تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني. رفع سموه في البرقية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022 على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط. أعرب سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة في برقيته عن بالغ الفخر والاعتزاز لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكبيرة التي ساهمت بنجاح هذه الفعالية العالمية على أرض المملكة، مشيدا بدعم سموه ومتابعته المستمرة لكافة مراحل الإعداد والتنظيم لإقامة سباق هذا العام بهذا المستوى المتميز، ليضاف إلى الإنجازات العديدة التي حققتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.